نتنياهو رجل سيء وكاذب ولعين، هكذا يراه أقرب حلفائه وهو الرئيس الأمريكي جو بايدن. توصيفات بذيئة وانزعاج كبير كانت حاضرة خلال معظم اتصالات بايدن ولقاءاته برئيس الوزراء الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، وفقا لتوثيق الصحفي التوثيق دونه الصحفي الأمريكي بوب وودورد في كتاب حمل عنوان الحرب. يكشف الكتاب الذي من المتوقع صدوره يوم 15 من أكتوبر الحالي عن سلوك التعامل المتبع من قبل بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. الكتاب يصف العلاقة بين نتنياهو وبايدن بالمتقلبة، ففي حين يدعم بايدن إسرائيل علنا يصطدم بنتنياهو خلف الكواليس بشأن الطريقة التي يدير بها الحرب في غزة. كمثال للعلاقة يكشف الكتاب عن مكالمة أجريت بين الرجلين عندما قرر الجيش الإسرائيلي اجتياح رفح. حينها هتف بايدن نتنياهو وسأله: ما هي استراتيجيتك حاليا؟ رد نتنياهو: علينا الدخول إلى رفح. ليرد بايدن بالقول: بيبي، ليس لديك أي استراتيجية. مكالمة أخرى ركز عليها الكتاب وكانت في أعقاب الهجوم على قنصلية إيران بدمشق، وبعد شن طهران هجوم انتقامي طلب بايدن من نتنياهو القبول بالفوز، وخاطبه بالقول: نتنياهو لا تفعل شيئا. إحباط بايدن تجاه نتنياهو وصل لذروته مع استمرار التصعيد وعدم قبول الأخير بصفقة تبادل شاملة. بشأن الرهائن، حينها قال بايدن عن نتنياهو في جلسة خاصة مع مستشاريه: نتنياهو كاذب ولعين. وبعد أن قتلت إسرائيل فؤاد شكر الذي أعقب عملية اغتيال إسماعيل هنية، صرخ بايدن في وجه نتنياهو بالقول: ما هذا؟ إسرائيل باتت تعرف بالمارقة في أنحاء العالم. ليرد نتنياهو بالقول: هنية أحد الإرهابيين الرائدين، رجل فظيع، رأينا فرصة وانتهزناها. هذا طبعا وفقا لما أورده الصحفي الأمريكي.